السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، وضوح الحلقة على الرؤية تبين أن المهدي لن يظهر حتى تكتمل الأرض ظلما وجورا، ثم تقتحى العيون الناس بابن فاطمة الزهراء اللي هو المهدي. أحباب الله، أحد الأحباب الله بعث لي الرؤية، قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ غالي، بسم الله الرحمن الرحيم، رأيت فيما يرى النائم أنني متواجد بسطح منزل، وكان الوقت ليلا، جاءتني رسالة وهي صوت في أذني واضح جدا يقول أن المهدي لن يخرج وسيظل مختبئ حتى يخرج الشعب مظاهرة تطالب بخروجه. شعرت بغضب شديد داخلي، وذلك الصوت دفعني دفعا قويا للصراخ بقوة مزلزلة، وبدأت أقول: يا الله ويا رسول الله ويا جود الله ويا سيف عمر ويا خيل علي، وكأنني أناديهم للحضور. والله سمعت وشعرت بزلزلة الجبال واهتزازها ورجفتها من وطئ الشيء القادم إلينا وعظمته، وكان الله تعالى عز في علاه أحضر بكل ما ناديت عليهم في تلك اللحظة بالذات. سرعان ما وصل جيش عظيم لا يكتمل يعني يعد بمد البصر، لب النداء للنصر، وكنت فخورة جدا ومعتزة بذلك. ملاحظة، أنا لا أعرف ذلك المنزل ولا أدري أي منطقة كنت فيها، لكنها كانت جميلة جدا، وكان هناك الكثير من أهلي، هناك من بينهم أمي وابنة عمي فاطمة الزهراء، وذلك الأسطول البشري العظيم من الجيش كان من دولة الحبيبة. أذكر أنني أخذت الكحل العربي وبدأت أكتحل به عيوني، تكلمت مع أحد القادة وقلت له: مرحبا بقدومكم إلينا. يعني رؤية واضحة وصريحة إنه الهاتف حق، إنه لن يخرج المهدي حتى يخرج الشعب يطالب في إيش؟ خروجه. يعني حتى يوصل كل الناس تنظلم وتحس بالظلم وصير تنادي وتدعو الله إنه يبعث لهم الخليفة اللي يخلصهم من هالمشاكل هذه. وهي بالأسماء اللي ذكرتهم فاطمة الزهراء، فهو حفيد وابنة فاطمة الزهراء المهدي عليه السلام. واقتحلت، حطت الكحل العربي، يعني العرب رايحين يقتحلوا بعيونهم بمشاهدة المهدي عليه السلام وبالنصر والعز القادم إليهم، وإنه بإذن الله هذا الأمر مش راح يطول، والله أعلى وأعلم، لأن الأرض امتلأت، ما ظل حدا إلا مظلوم، حتى الظالم صار مظلوم في هذا العصر. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول ويتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.